تزوجت سرا من دوريد لحام، وقصة حب فاشلة أبكتها على الهواء. خضعت لعملية جراحية في حبالها الصوتية وأبدعت بالأدوار الشامية. الفنانة السورية القديرة صباح الجزائري، اسمها الكامل هو صباح محمد سعيد الجزائري. ولدت في العاصمة السورية دمشق عام 1955. نشأت ضمن عائلة فنية عريقة، فأختها الكبرى الفنانة الكبيرة سامية الجزائري وابنة عمها نبار الجزائري. بدأت مسيرتها الفنية عام 1972 خلال مسلسل مالح وسكر مع الفنان القدير دوريد لحام. وفي العام الذي يليه قدمت دورا مميزا في مسلسل صح النوم، وبعدها شاركت في مسرحية غربة وكاسك يا وطن، وهنا بدأت شهرتها. توقفت عن التمثيل لمدة قصيرة، وبعدها عادت إلى الشاشة السورية عام 1979 خلال مسلسل وين الغلط. رصيدها الفني حافل بالأعمال المميزة، أبرزها مسلسل باب الحارة، عشتار، الخوالي، طاحون الشر وغيرها الكثير. وعن حياتها الخاصة، فهي متزوجة من رجل الأعمال اللبناني رباح الطقي، ولديها منه 3 أبناء هم رشا وترف وكرم. يذكر أن ابنتيها رشا وترف سارا على خطاها في طريق الفن وشاركا في العديد من الأعمال. من الجدير ذكره أيضا بأنها هي من تقدمت لطلب الزواج من زوجها رباح الطقي، وذلك بعد أن جمعتها به قصة حب طويلة. قبل زواجها من السيد رباح، تزوجت الجزائري من الفنان السوري القدير دوريد لحام لمدة دامت 60 يوما فقط. كان ذلك عام 1977، حيث انفصلا بسبب رغبة لحام في الحفاظ على أسرته وزواجه الأول، علما أنه كان متزوجا من السيدة هالة البيطار، وبقي الزواج سرا حتى الانفصال. يذكر أن الثنائي قدموا عددا كبيرا من الأعمال المشتركة، منها مسلسل صح النوم، وين الغلط، كاسك يا وطن وغيرهم الكثير. صرحت في لقاء سابق عن قصة حب فاشلة عاشتها في طفولتها، وفي اللقاء بكت الجزائري وهي تروي القصة التي كادت أن تتسبب لها بانهيار عصبي. وعن كيفية دخولها الفن، صرحت حينها بأن شقيقتها سامية فتحت لها الطريق للدخول في عالم الفن، وبأنها ومن طفولتها تحب الرقص والغناء والتمثيل، معتبرة مسرحية كاسك يا وطن والتي تم عرضها عام 1979 بمثابة انطلاقتها الحقيقية. وأنتم، ما هو رأيكم بالفنانة القديرة صباح الجزائري؟ وما هو دورها المفضل بالنسبة لكم؟ شاركونا بالتعليقات.